أمير المؤمنين يقول: شر الإخوان من زين معصية، من أعانك على عدم البر، من وقف دون البر. هذا شهر مبارك، أسأل الله تعالى أن يعين الأخوة بأنفسهم بأموالهم بعوائلهم. إذا امتدت وقت الإفطار ورأيت طعاما جيدا وهو حلال عليك، تذكر أن هناك من لا طمع له بما عندك بل بنصف ما عندك. فقط تذكر هذا الشعور، أعتقد شعور جيد ولو ليوم واحد. وهذا اليوم وذاك يوم، صدقوني الرحمات الإلهية تحتاج إلى مقدمات.